متابعينا الكرام، ناتي بكم الى شوط الوداع، شوط الختام، شوطنا الثالث عشر الذي يحمل ايضا الذلال المهجنات الى صايل. على بركة الله اعلنت هذه الانطلاقة ونسير مع هذه الاسماء النصيبة لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي الظبي، لسالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي وضوح، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، امواج علي بن مصبح بن ساري الاكتبي، الشاهينية سعيد بن دحبة بن قنازل العامري، جمهرة لمحمد بن سعيد بن الكيل العامري، الضبي عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، ملامح راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ربشة عمر بن راشد بن سبت الخيلي، الشاهينية سعيد بن راشد بن سعيد اليابري، نهاب مسلم بن علي بن دري المنصوري، والضبي لأحمد بن سعيد المزروعي. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذه الأسماء التي انطلقت في هذا الشوط، شوط أيضا 8 كيلومترات، على البركة نسير، النصيبة من تنصب نفسها في مقدمة هذا الشوط ليتواجد هذا الشعار الوثباوي، وينطلق سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي مع الصدارة مع المركز الأول، ربشة من تأتينا في المركز الثاني، عمر بن راشد بن سبت الخيلي من يتواجد هناك في المركز الثاني، هنا بهذا الانطلاق الرائع أيضا من خلال تواجد ربشة في المركز الثاني، المركز الثالث وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري ليتواجد ويقدم، وضوح ما شاء الله وصلت أيضا في المركز الرابع، وصلت جمهرة بدأت أيضا تدخل في عالم الجمهرة أيضا كما شاهدناها في ختام دولة قطر الشقيقة بانتزاعها للسيارة، محمد بن سعيد بن محمد بالكيله العامري بدأ ينطلق في شوط الجماهير ويقدم جمهرة واحدة من الأسماء القوية في هذا الشوط، ليتواجد أيضا واحد من عشاق هذه الرياضة محمد بن سعيد بالكيله العامري، ولكن هنا نهابة، هنا نهابة أيضا قادمة بشعار مسلم بن علي بن دري المنصوري، أيضا حازت على نصيب الزعفران ليتأتي في هذا المركز، هنا دخول أيضا من الاسم القادم ولها فوز وانتصار الشاهينية سعيد بالدحبة بن قنازل العامري، بدأ يتدخل، بدأ ينطلق من خلال تواجد هذا الشعار، وهنا أيضا شعار الضبية عبيد بن حلوس بن ديبال العامري، واحد أيضا من الأسماء القوية والمشاركة، من يتواجد أيضا ويمتلك أحد بنوك الإنتاج بدولة الإمارات العربية والذي عرف بظبيان بن حلوس يتواجد ومقدم هذه الماركة، الضبية أتت من اسم ظبيان ليأتي في هذا الانطلاق، وأيضا هذا الأداء هكذا أيضا أشكال بنات ظبيان دائما يأتي بالانطلاق الرائع والجميل، ملامح بدأت أيضا توصف ملامح هذا الشوط، راشد بن محمد بن راشد المنصوري يصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الانطلاق الرائع، ويتواجد أحد أبطال هذا الرجل ليقدم أيضا بانطلاقة الأوامر أحد الشباب الذي انطلق في رياضة سباقات الهجنة العربية الأصيلة، مشكور يا المنصوري أيضا من يقدم هذا الانطلاق، وصلت ربشة، وصلت في هذه اللحظات شاهينية سعيد بن راشد بن سعيد اليابري، من قاد صواب، من قاد صواب ايضا في الشوط الماضي اللي كانت لمبارك بن راشد بالحبالة، يتواجد ايضا ناصر اليابري بخبرته الكبيرة والتضميرية التي يشهد لها التاريخ في العصور الماضية والحاضرة، يقدم الشاهينية سعيد بن راشد بن سعيد اليابري، وهنا الدخول، هنا من القادمة، هنا القادمة وصلت، هنا اللي هي الشاهينية، الشاهينية قادمة بشعار الأب الروحي للإعلاميين سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، يتواجد هنا، يتواجد ليقدم ظبي الفلا رمز العطاء والآمال كبيرة، الآمال كبيرة يا أبو سعيد، فالظبي هنا لتنطلق من مركز الآخر، دائما في الانطلاقة والبداية هذا موقعها، ولكن في الأمتار المجنون يكون هو موقعها المركز الأول، هنا وصول من أمواج بدأت أيضا تسبح في أمواج الناموس، وأيضا تتواصل بشعار علي بن مصبح بن ساري الاكتبي، وصول هنا من اللي هي الضبي لأحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي، وصلت في هذه اللحظات، هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء
القوية المشاركة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، النصيبة النصيبة ما زالت على صدارة، النصيبة على المركز الأول، بدأت بأيضا تنصب نفسها في صدارة هذا الشوط ليتواجد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، يأتي بهذا الشعار الذي قدم الكثير من الأسماء وقدم العديد من الانطلاقات، ولكن هناك أيضا الله يا ربشة، الله يا ربشة، عمر بن راشد بن محمد السبت الخيالي يتواجد في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الاسم الكبير. هنا انطلق مباشرة إلى المركز الثالث ليجد في ثالث المراكز. يا سلام، وضوح يا وضوح وضوح، بدأت أيضا بالوضوح كما عودتنا دائما وأبدا، أيضا بالانطلاق الرائع والجميل كما شاهدنا في يوم الأمس. هناك دمعة التي أيضا قدمت عرض رائع وجميل في سن الثنايا، أيضا تتواجد وضوح. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري يقدم انطلاقة رائعة وجميلة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل والرائع من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والمنطلقة في هذا الشوط. يقدم أيضا وضوح على المركز الثالث في هذا الصباح الجميل، كما قدم لنا أيضا منحاف هنا في صباح هذا اليوم. يقدم وضوح، ما شاء الله، أسماء قوية عشق المشاركة في الكبار، ولكن أيضا له الدور الكبير في نجوم المستقبل، كان يومها حائز على نقطة ذهبية ليكون هنا أحد الأبطال المتواجدين في هذا اليوم وفي هذا الانطلاق الجميل. إذن التواصل على المركز الرابع، وصول هنا من جمهر محمد بن سعيد بالكيلة العامري، بدأ ينطلق على المركز الرابع، وبدأت أيضا تأتي في هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الخامس، نهابة يا نهابة، يلا يا نهابة انهبي المراكز، انطلق إلى المقدمة، إلى المركز الأول. مسلم بن علي بن دري المنصوري مرافقا لهذا الشعار، مالكا لهذا الشعار، مضمرا لهذا الشعار، ينطلق بهذا الأداء الجميل. ولكن أهالي مصانع الجنوب التراثية بدأوا أيضا بالقدوم، بدأوا بانطلاقة الشاهينية سعيد بن دحبة بن قزول العامري، وهناك جمهرة، جمهرة عبيد الحلوس بن ديبان العامري، والضبية بالفعل، الضبية الضبية، ملامح قادمة، ملامح راشد بن محمد بن راهد المنصوري، وصل وصل اليابري، وصل اليابري سعيد بن راهد سعيد اليابري في هذه اللحظات، وهناك أمواج علي بن مصبح مساري الاكتبي، ولكن الله الله يضبي سالم سعيد بن حضيرة من الاكتبي، وصل مع الضبي، بدأ ينطلق من مركز آخر. لنا العودة إلى المقدمة إلى المركز الأول، ما شاء الله، شوف الفارق هناك، المجموعة الأولى بدأت تنطلق مع أيضا الاثنين كيلومترات، ربشة ربشة والنصيبة، ربشة والنصيبة، روح يا يوسف عند الصدارة، والمقدمة رباعية ولا أروع، هناك تنطلق مع المركز الأول، هنا أيضا الثنائية على مقدمة هذا الشوط. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، يا سلام، ثنائية ولا أروع، تحدي مثير، أداء رائع وإثارة طاغية في عاصمة ميادين السباقات، كما أذكر بانطلاقة المساء، أنتم أيضا مدعوون مع المشاهدة والإثارة والمتعة مع سن الحول والزمول الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. إذن النصيبة 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 هي على صدارة، بريك من طالب بن هليل هو من يتابع، يلا يا بريك، شد الحيل وروح مع النصيبة، تحمل الرقم واحد وما زالت تتجول في المركز الأول. سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي أبو محمد، واحد من الأسماء القوية أيضا، دائما يعشق الانطلاقات في هذه أيضا الرياضة العربية الأصيلة. ربشة يا ربشة، بدأت تسوي الربشة، ربشة صاحبة إنجازات على أرضية هذا الميدان. هناك عمر
عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي. يلا يا راعي نس ناس روح مع الصدارة والمركز الأول. الله 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 الله, الله. الكيلومتر الأخير دخلنا أجواء, دخلنا أجواء هذا الكيلو. بدأت السرعة, بدأت الانطلاقات, سن الكبار. يا سلام, هناك ربشة اللي غيرت, ربشة اللي انطلقت. عمر بن راشد بن سبت الخيالي بدأ ينطلق. أهالي رماح, أهالي رماح أيضا يتابعون هذا الانطلاق الرائع, كما يتواجد عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي المنطلق مع ربشة والمندفع مع ربشة. يا مرحبا. النصيبة في المركز الثاني, سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي وضوح هناك في المركز الثالث, وضوح القادمة بهذا الانطلاق. ولكن اعود الى صدارة الخمسمية متر الاخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام, الله 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 الله, التحدي الكبير, الانطلاق المثير, بدون اي اوامر تذكر, بدون اي اوامر تذكر. يلا يا الخيالي روح. ايضا الجمهور يطالب بالعرض 300 متر الاخيرة والنهاية لتكون ربشة هي في المركز الاول, في المركز الاول وفي الانطلاق الاول. والآلي هناك العصف الابطان, ما زال العصف الابطان. بقول سلام يا رماح, سلام سلام يا رماح, سلام على هذا الاداء الجميل. لتاتي ربشة في هذا الشوط, ويعلن هناك عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي هذا الفوز والانتصار بدون اي اوامر تذكر لحظات الوصول. تهانينا والناموس, وهذه هي ربشة اللي في المركز الاول. بينما النصيبة في المركز الثاني, سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي المركز الثالث. وصلت ايضا وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الرابع. كانت جمهرة محمد بن سعيد بالكيل العامري والمركز الخامس. وصلت الضبي سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. لنعود بالتوقيت الزمني. هذه هي ربشة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام, تقطع مسافة السباق بعد أيضا استراحة المحارب بدون أي أوامر تذكر. مشكور يا عمر بن راشد بنت الخيالي, 12 دقيقة 58 ثانية, أربعا من الأجزاء. تهانينا, بقول أسعد الله صباحكم يا هالي رماح على هذا الفوز والانتصار. ثانية, 13 دقيقة 3 أجزاء من الثانية, نصيبة سعيد بن محمد بن عبيد المزروع. تهانينا والناموس. وضوح من حلت ثالثا, ناصر بن عبيد بن يزرب العامري, قدمت عرض رائع وجميل. 13 دقيقة 10 ثواني وفاينو تماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا هذه الانطلاقات الرائعة, شاهدنا هذا الأداء الجميل, وشاهدنا المنافسة